أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده مع علماء الدين الإسلامي أن الاستفتاء لا يتعلق بشخص معين، بل أنه يخص جميع الأحزاب والشعب الكردي برمته. والاستفتاء ليس هدفاً بل وسيلة لتحقيق الاستقلال، ولن نضحك على شعبنا ولن نؤجل الاستفتاء. وأضاف أن مبادئ الشراكة مع العراق لم يعد لها وجود، قائلاً في السابق كانت نسبة الكرد في الجيش العراقي 40%، إلا أن هذه النسبة تضاءلت كثيراً اليوم، ويمكن القول أنها تلاشت، مشيراً إلى أنه لا يمكن القبول بمواقف بغداد الحالية. أما بخصوص حملة لا المناهضة للاستفتاء وكذلك مواقف الدول المطالبة بتأجيل الاستفتاء، قال البرزاني أنهم يتحدثون عن تأجيل الاستفتاء فليأتوا ويطلبوا من شعب كردستان تأجيله، فما الذي سيضمن مستقبلنا؟ أعلن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء جوتيار عادل لشبكة روداو الإعلامية عن افتتاح مكاتب للمفوضية العليا للاستفتاء في المناطق الكردستانية التي تقع خارج إدارة الإقليم في كركوك والموصل، وأيضا افتتاح مكتب في منطقة كلار للإشراف على مناطق توس خورماتو وخانقين والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى تهيئة الموظفين الذين سيعملون خلال الاستفتاء في 25 من شهر أيلول المقبل. وأضاف عادل تم تهيئة نحو 12,000 صندوق للتصويت في إقليم كردستان والمناطق الكردستانية التي تقع خارج إدارة الإقليم، وتم تخصيص 25% منها للمناطق الكردستانية التي تقع خارج الإقليم وتشمل المناطق التي يتواجد فيها البيشمركة. وحول كيفية تصويت مواطني إقليم كردستان المتواجدين في الخارج، قال ستتبع المفوضية وللمرة الأولى نظاما جديدا لكي يتمكن المغتربون من التصويت، وسيكون جاهزاً خلال الأسابيع القادمة لكي يتمكن المواطن من أن يدلي بصوته وبسهولة في الاستفتاء الذي سيبدأ في 1 من شهر أيلول 2017 ولغاية 7 من أيلول من العام الجاري. انضم برلمانيان من الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير لحملة مناهضة لاستفتاء استقلال إقليم كردستان تحت مسمى حملة لا، وذلك في موقف معارض لموقفي حزبيهما اللذين أعلنا أن هذين البرلمانيين لا يمثلانهما. وقال مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا باختيار أن مشاركة البرلماني عن الاتحاد الوطني الكردستاني في حملة مناهضة للاستفتاء تعتبر انتهاكاً لقرارات الاتحاد الوطني الكردستاني، مضيفاً أن موقفنا المعلن في مجلس قيادة الاتحاد الوطني هو الوقوف مع الاستفتاء ومع استقلال كردستان. من جهته قال عضو المجلس الوطني في حركة التغيير نزار محمود لروداو أن البرلماني رابون معروف شارك في تلك الحملة كمواطن وليس كبرلماني، وهو لا يمثل وجهة نظر حركة التغيير، مؤكدا أن حركة التغيير لم ترسله ولم تطلب منه المشاركة في هكذا حملة، لأن حركة التغيير لو أرادت القيام بمثل هذه الحملة فستقوم بذلك علنا ودون خجل، هذا بحسب تعبيره. نفى القنصل العام التركي في محافظة أربيل محمد عاكف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد افتتاح مكتب للقنصلية التركية في محافظة دهوك، نفى لمنح تأشيرة الدخول إلى تركيا قيام الحكومة التركية بإغلاق معبر إبراهيم الخليل الخابور مع إقليم كردستان، مشيرا بأن العلاقات بين أربيل وأنقرة في تقدم وتطور مستمر. وقال عاكف لا توجد أي إجراءات لإغلاق معبر الخابور الحدودي بين العراق وتركيا. أكد
أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم في بيان له على أهمية اعتماد الحوار لحل المشاكل بين بغداد وأربيل وضرورة إيجاد علاقات متوازنة بين العراق ودول المنطقة بما يخدم مصلحة البلد وبقية البلدان، مشددا على ضرورة إنجاح مشروع التسوية الوطنية وطمأنة جميع المكونات الأخرى والخروج برؤية موحدة جامعة لكل أطياف الشعب العراقي في مرحلة ما بعد داعش، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الوحدة والابتعاد عن المشاريع التي تؤدي إلى التقسيم. وحول الانتخابات، شدد عمار الحكيم على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، مبينا أهمية انفتاح تيار الحكم الوطني على جميع مكونات الشعب. طالب زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي الحكومة العراقية بوقفة جادة وإبعاد المنتفعين والفاسدين والطائفيين عن الإعمار في الموصل، هذا تفاديا لسرقة السياسيين للموازنات التي أطلقت لإعمار مدينة الموصل، قائلا: أنتم يا أحرار الموصل الأبية التي تحررت بسواعد العراقيين وبدمائهم، أنتم اليوم الأحق بالمناصرة لرفع معاناتكم الإنسانية، فقد هدمت محافظتكم التي صارت بين مطرقة التشدد وسندان الإرهاب، موضحا طمع الفاسدين بالموازنات التي أطلقت لإعمار مناطقكم ليسرقوا منها فوق ما سرقوا من ذي قبل، وهذا جل همهم ولن يلتفتوا إلى معاناتكم على الإطلاق، ونحن إذ نتبرأ من مثل هذه التصرفات والأفكار الرعناء نطالب الحكومة العراقية أيضا بوقف جادة وإبعاد المنتفعين والفاسدين والطائفيين عن الإعمار في محافظتكم، على حد قوله، مؤكدا في الوقت ذاته: أنا على أتم الاستعداد لإرسال مبعوث السلام من أخوتكم في سرايا السلام للقيام بما هو لازم وبالتنسيق مع الحكومة العراقية، والتي لا أظن أنها سوف توافق على ذلك، لكي نكون عونا لكم في سرائكم وضرائكم، ولنحاول كشف كل الفاسدين والطائفيين كما فعلنا في باقي المناطق المغتصبة الأخرى، بحسب تعبيره. قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي في بيان له أن ساعة الصفر لانطلاق عمليات تحرير قضاء تل عفر ستحدد من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وأضاف أن العبادي أمر بشكل مباشر قيادة العمليات المشتركة بإعطاء التوجيهات لكل القطاعات العسكرية التي ستشترك بمعركة استعادة تل عفر منذ حوالي أسبوعين، لافتا إلى أن تلك القطاعات بدأت بالاستعداد واستكمال جهوزيتها، موضحا أن عملية استعادة تل عفر سيشارك فيها كل من قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية، فضلا عن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع، مبيناً أن المحاور ستكون مشتركة بين جميع هذه القطاعات. كما أشار الأسدي إلى أن قوات الحشد الشعبي جزء أساسي من القوات المسلحة وجميعها جزء من المنظومة الأمنية العراقية، ومن يحدد القواطع ومساحات الاشتراك هو القائد العام للقوات المسلحة.